وكأن عجلة الصحافة الدائرة فيما يسمى بالمناطق المحررة يراد تكميمها كي يتلاشى الفرق بينها وبين واقع الإعلام الموؤود في العاصمة المختطفة صنعاء. بدأ الأمر بصحيفتي عدن 24 ثم اليوم الثامن برصاصات كانت نذير شؤم توجت بانتهاك غير مسبوق يتمثل بإحراق مطبعة مؤسسة الشموع ليلا مخلفة خسائر باهظة، والأكثر فداحة ما طال الإنسان فيها ممثلا بالصحفي وليد عبد الواسع الشرعبي الذي حاول الهرب من النيران فأصيب بعدة كسور بالغة. خلصنا العمل الساعة حوالي 2 أو 2:30، هذا بالنسبة لي هيئة التحرير. وبعد ما أخذوا الصحيفة إلى المطبعة أنا ظلت في الدور الثاني اللي هو مكتب غرفة التحرير. بعد ما أكملنا العمل ظلت أنا في المكتب مركب السماعة طبعا. قال طبيعي ما في أي حاجة، أسمع صوت الانفجار ما نش داري ايش هو، افتكر بانه ربما قاصف او كذا او نوع من هذا القلم، ما عارف شو. كاميرا قناة بلقيس زارت الصحفي الذي ما زال مقعدا عن الحركة في مستشفى حكومي يفتقد للكثير من الامكانيات، وللحديث عن الوضع الصحي تدان الكثير من المستشفيات الخاصة التي رفضته تباعا قبل ان يستقر هنا. المستشفى المختص يعتبر بالعبان، يقول المستشفى الطبيب المختص مش موجود. اتفاق انا كذلك أشعة مقطعية ما فيش معاهم، ورحنا لمستشفى الوالي. بمستشفى الوالي قلنا اتفقنا، أقول لك المختص حق الأشعة المقطعية مش موجود، سووا لي أشعة عادية وعلى أساس بيرجعوا الكوبي. رجعت الكوبي يقولوا انتظروا للساعة 9 أو 8 لما نجي الطبيب المختص. ما فيش مجال بين هنا، أنا حالة الوضع هذا كانت حرجة جدا. يقولوا لنا مستشفى السلام، مستشفى السلام كذلك نفس الإشكال، يقولوا الطبيب المختص مش موجود انتظروا. قالوا خلاص اذا حولوا على الصليب الاحمر، مستشفى الصليب الاحمر، مستشفى الصليب الاحمر نفسه نجا الطبيب المختص مش موجود. 5 مستشفيات ونفس الموال. اطباء بلا حدود بالاخير، اطباء بلا حدود نصل هناك يقولوا احنا مهمتنا واختصاصنا في مجال الاصابات الجروح فقط. المؤسسة الرسمية بمختلف أشكالها تدان هي الأخرى، فالصمت الأمني يقابله تخاذل من وزارة الإعلام والهيئات الحكومية العليا إذ لم تحرك ساكنا لإنقاذ صحفي ذنبه الوحيد قلم صار مكسورا مثل عظامه المحتاجة لعلاج عاجل. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.